بالنسبة للمشروع ناجح وزين، احنا من اقتصاد المرأة، بس نتمنى انهم يزودونا كمية الطحين. بالنسبة لكيس نخبز منه 700 رقيف، نبيع على سعر الرقيف 100. طبعا والاهالي نوم الضوج ما تجي على الحارة شيء، طبعا يلجؤون علينا، احيانا نرددهم احيانا ننطيهم، المطاعم اكثر شيء. احنا بلشنا من المشروع الحمد لله من الصفر، ومشروعنا حيل ناجح، وبارادتنا نوسع المشروع بس كمية الطحين عندنا مو زياده، واهل الحاره كلهم يعني ياخذون منا، اذا كنت ينقطعون وقت اي شيء ياخذون منا كل الحاره. نشتري خبز، الله فتح لنا هالفرن هذا، لان الفران ما عاد تكفي، الفران البرانيه ما عاد تكفي، نجي نفتحوا فرن هنا خبازات يخبزن ونشتري من هنا. احنا ابتدينا بالمشروع كان كبر شويه، يعني احسن مو تنور واحد لازم تنورين، نوسع المشروع وكثير الناس عاطلة عن العمل، يعني طريق معاش لا اكثر ولا اقل، يعني ما حد حاط بجيبه. المشروع طبعا ما يكفينا دخل المادي، بس الحمد لله يعني ساعد عيشتنا، خير ما نروح نتدين او شيء، الحمد لله تعبنا وشي جهدنا نمشي حالنا ونساعد ازواجنا، والحمد لله ومعيش يعني ماشي حالنا، مصروفنا صار حيل زين يعني ماشي الحال. والله بيتعب بس الحمد لله، يعني حيل المشروع حيل ناجح وزين. أنا هسه أجي من منطقة الريف، مطور بشكل يوم وصلني 1500 بس الاجاره اللي احطه كله من شان هالمعيشه، يعني احسن ما ضل عاطل عن العمل. ان شاء الله يستر علينا وعلى الوطن كله وعلى الامه العربيه خالص.